النهارده اخر نبطشيه ليا في الاسم ده. ليه؟ لان العمر جري ووصلت لسن المعاش. لكن الشيء اللي مصبرني ان تاريخ البوليسي تاريخ مشرف يشهد له القاصي والداني، ويشهد ايضا اني لم اقصر يوما في اداء مهام وظيفتي، وبتهيألي ان انتم كمان شاهدين على الكلام اللي انا بقوله ده. حتى حيتساءل ويقول اني جاي ليه؟ جاي اودعكم واقول لكم اي واحد فيكم يحتاج اي حاجه بيتي مفتوح لكم كلكم. الوداع الوداع يا مجرمين، عشقة العمر. هتوحشوني قوي قوي، هتوحشنا قوي قوي يا عم عزوز والله. الله يخليك يا وائل. افتح الباب يا وائل، لان لحظه الوداع دي متاثر فيها جامد. الباب مش هيفتح يا عم عزوز. ليه يا وائل؟ اصل نسيت وقفلت الباب والمفتاح بره، ومفيش حد من القوة موجود. في مشكلة كده ولا ايه؟ مفيش مشكلة يا وائل. المشكلة الوحيدة ان احنا هنضطر نبات هنا في وسط المجرمين المعفنين المرتزقة دول يا وائل. اخوانا، حد يفتح لنا الباب؟ حد من بره يفتح لنا الباب؟ مفيش حد جوه، مفيش حد بره يفتح لي ده. الله يخرب بيتك يا وائل، تمثل لك مشكله دي؟ ما تقلقش، شنطتك وحاجتك هتجيلك لحد عندك، وعم عزوز هيعمل لنا محضر ايه سقع، والجحش حضرتك هيتربى. عم عزوز؟ يا عم ايوه، ما تستهترش بيه قوي كده. عم عزوز؟ ايوه، ده مساعد اول ممتاز ضابط، يعني صول قد الدنيا. وبيني وبينك هيبقى حماية ان شاء الله على القريب. الف مبروك يا سيدي. الله يبارك فيك، عايزين نفرح بيك بقى. احنا عايزين نخلص والله يا استاذ خطيب. ماشي حاضر يا عم عزوز. ايه ده عم عزوز، هو راح فين يا عم عزوز؟ مفيش حد في الاسم كله. لا عم عزوز ما يتاخرش على الواجب الوطني بتاعه، ما يتاخرش على شغله ثانيه واحده. هو بس تلاقي الشغل مريح يعني، ففرج جسمه هنا ولا هنا. مريح يا عم عزوز؟ مريح ايه اللي مريح ده؟ هو احنا داخلين نسمع الشطاطين ولا جايين مكان غلط؟ ايوه يا عم، اسم يا اسم النبي حرصك وصانك، ما تتحمقش قوي كده يا عم، اصبر. الصبر مفتاح ايه؟ مفتاح الفرج. لا مفتاح 19. يا عم عزوز انت فين بقى يا عم عزوز؟ انا هنا يا فضيل، تعالى اهو. شفت الصوت جاي من هنا، تعالى بقى ورايا يا ساتر. تعالى تعالى، مش بقولك عم عزوز ده بيعز الشغل زي عينيه، بيحبه جدا جدا. اضرب بقى عم عزوز بقى، معايا ضيف ما تعرفناش بقى في الليله السودا دي. انا هنا في الحجز. الله اكبر، شوف يعني حياته كلها ما بين الحجز والمحاضر والمجرمين. مخلص مخلص، هتشوفه يعني حضرتك. يلا بقى عم عزوز، في معايا محضر سقع لازم تعمله لنا بايديك الحلوه دي اللي تتلف في كلبشات. يا ابني انا مقفول عليا الباب من 4 ساعات لغايه ما استويت، افتح لي بقى، ده انت ربنا بعتك نبته ليا. اصحى يا زفت اصحى، خلاص اورجت. على فكره بقى هو لا حمايه ولا عرفه، ده يا دوبك بس قرايه فاتحه وممكن تتفض.